اهلا بكم تشهد منطقه الخليج العربي حاله كبيره من التصعيد العسكري بين الولايات المتحده وايران بل قد تكون على شفا حرب شامله بين الطرفين كما قال احد قاده الحرس الثوري في ايران وان كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر عن ثقته بان ايران سترغب قريبا في اجراء محادثات مع الولايات المتحده الامريكيه رغم هذا التوتر المتصاعد بين البلدين لكن طهران من جانبها اعلنت توقفها رسميا عن التقيد ببعض التزاماتها في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن حيث اعلن مرشدها اي ايران خامنئي الا حرب ولا سلام مع الولايات المتحده الامريكيه برغم هذا الاستقطاب والتصعيد. احتمالات المواجهه العسكريه بين واشنطن وطهران هي ما سنبحثه في حلقه الليله من برنامج طاوله حوار وسنطرح فيها الاسئله التاليه. هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشن الحرب على إيران بدون تفويض من مجلس الأمن أو عبر تحالف عسكري دولي على غرار حروبها على العراق؟ وهل ستقود سياسة حافة الهاوية التي تعتمدها واشنطن تقود أو تجبر إيران على الجلوس على طاولة التفاوض؟ وهل تقاطر الحشود العسكرية إلى المنطقة هي مجرد ضغوط للردع وتقليم أظافر إيران التي باتت طويلة جدا في المنطقة؟ ولماذا تبدو أصداء التصعيد الأمريكي الإيراني في العراق أوضح وأبين أكثر من أي مكان آخر في المنطقة بما فيها إيران نفسها؟ سيكون بإمكان الأوروبيين وروسيا والصين إنقاذ إيران إذا ما قررت واشنطن المضي بخطوة الحرب. ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، أدموند غريب. أربعة عقود منذ ثورة الخميني. والشيطان الاكبر هو المصطلح الذي يطلقه نظام ايران على الاداره الامريكيه والاخيره تجدد مع كل اداره جديده سياسه العداء لطهران تتازم العلاقات وتسخن حده التهديدات بين الجانبين في ساحه الشرق الاوسط حتى تسمع طبول الحرب تدق وفي النهايه لا تسفر شعارات الحرب عن صافره بدايه المعركه لا عداء حقيقيا ينمو في الخفاء ولا صداقة حقيقية تظهر في العلن لا سلم ولا حرب لا غالب ولا مغلوب وعلى مدى سنين المناكفات هذه تخرب بلدان وتسقط مدن افغانستان العراق سوريا لبنان اليمن واشنطن تمهد طريق الخراب الى هذه البلدان وايران تخط فوقه مشروعها التوسعي في عهدي بوش الاب وكلينتون تمكنت ايران من مد نفوذها في جارتها الاسيويه وفي عهد بوش الابن حققت ايران اكبر مكسب استراتيجي عندما اصبح العراق باكمله رهن سياساتها جاء اوباما ورياح الثورات العربية وصلت العراق باحثة عن فرصة لاقتلاع الوجود الايراني، فظهر التحالف الايراني الامريكي في اوضح صورة عندما شارك الطرفان في تدمير محافظات غربي العراق تذرعا بمحاربة تنظيم الدولة، فصارت ميليشيات الحشد التابعة لايران اقوى ذراع يهيمن على المنظومة الشكلية الحاكمة. هذه السياسه الامريكيه تجاه ايران تؤكد ان تبدل الادارات الامريكيه لن يؤثر في الاستراتيجيه الثابته التي تقيم العلاقات مع ايران على اساس العداء الظاهري ليس اكثر فما الجديد الذي يمكن ان تحدثه اداره ترامب طالما ان الفكره الامريكيه قائمه على ابقاء ايران ورقه رابحه في ميدان المساومات وصناعه الحروب ولا باس من طي هذه الورقه في بعض الاحيان لكن شريطه عدم احراقها بشكل نهائي أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في احتمالات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ضيوف الحلقة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين سيكون معنا عبر سكايب من مدينة كان في فرنسا استاذ العلاقات الدوليه الاكاديمي واستاذ العلاقات الدوليه الدكتور ادموند غريب مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم لو بدانا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور ثمه ربما من يعتقد ان هناك عمليه تهويل تضخيم لايران تسويق على انها قوه عسكريه مرهوبه الجانب بمخالب مؤذيه في المنطقه وفي العالم هل فعلا ايران يعني بهذا الحجم بهذه القوة بحيث أن الناس تخشى شرها تخشى ردة فعلها بسم الله الرحمن الرحيم أنا أشكرك أستاذ ماجد لأن هذا السؤال مهم فعلا حقيقة نعم. ويجب أن يعني تكون الصورة فيه واضحة إيران إذا كانت قد تغولت يعني على الأقل منذ احتلال العراق عام 2003 لحد الآن فتغولت على ضعف المنطقة ضعف دول المنطقة وتغولت بسبب مظلة بسبب استراتيجية أمريكية غربية جعلت من إيران قوة في المنطقة تستطيع أن تتغول تستطيع أن تتحرك بهذه الحرية التي تحركت بها وبهذه السياسات التي عممتها وبدفع قطار مشروعها بهذا الاتجاه هذا أولا النقطة الثانية عندما نتحدث عن حرب ستقوم بين طرف واخر يعني بين ايران والولايات المتحده او بين ايران وكل دول الدول يعني ايران تهدد الدنيا كلها، تهدد دول الخليج، تهدد كل، ربما يعني هي البعض يعتقد ان هذه دوله يعني عندما تتحدث هكذا دوله يتحدث بلسانها المسؤولين وال بهذه الطريقه لابد ان يكون على على الاقل وهو الاساس ان يكون اقتصاد هذه الدوله اقتصادا قويا جدا متماسكا جدا شعب قدراته غير قدرات عموما الوضع الداخلي متماسك جدا لكي تستطيع هذه الدوله ان تناطح الدنيا كلها بهذه القوه وبهذه الصلافه التي تتحدث بها. داخليا انا اتحدث ربما عن الاقتصاد والشعب الايراني وعلى الناس ان يقيسوا من هذا، هل ايران هذه دوله تستحق كل هذه الهاله الكبيره وتستحق ام لاننا ضعفاء فعلا. ولذلك تغولت علينا لان امريكا ارادت لايران هذا الدور خليني بس اذكر الدكتور نعم. يعني النائب الرئيس السابق نائب رئيس خاتمي ابطحي قال لولا سكوتنا لما احتلت امريكا افغانستان والعراق وايضا الان ايران متدخله متدخله في اربع عواصم عربيه فكيف نعم. هذه الدوله ليست قويه ولا يخشى منها ولا يحسب لها حساب على الاقل اقليميا نعم انا يعني اشرت في البدايه قلت هي دولة استطاعت أن تتغول على حساب ضعفنا أولا وبالمظلة الأمريكية والغربية التي لديها استراتيجية لديها دور وظيفة لهذا النظام لهذا البلد لإيران للنظام الإيراني لديه وظيفة عندهم يجب أن ينفذها بهذه الطريقة لكي يبتز العالم ولكي هذه المنطقة تشغل بهذه بهذه الأحداث التي حدثت بها من عام 2003 لحد الآن سواء في العراق في سوريا في لبنان في اليمن وفي منطقة الخليج عموما هذه واحدة واعود مرة اخرى اقول انه ايران داخليا واقتصاديا ساعطي ارقام سريعة لكي تكون الصورة واضحة ايران يعني نحو 80 مليون نسمة نفوسهم 40 مليون نسمة من 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 الشعب الايراني تحت خط الفقر بما معناه أن هؤلاء نصف شعبهم 50% من الشعب الايراني هو تحت خط الفقر، أضيف له نحو 30 مليون هم فقراء، يعني تحت خط الفقر شريحه وفقراء 30%، باقي 10% اللي هم الطبقه الطبقه المتنفذه اولاد المسؤولين اولاد اولاد اصحاب العمائم، هؤلاء الاحزاب هذه الحاكمه في مثل ما عندنا في العراق. نفس النسخه مطبقه عندنا في العراق بهذه الطريقه ذولا ال ملايين 11 مليون مواطن ايراني يعيشون في المناطق العشوائيه من هذه الـ من هذه الـ من هذه ال 80 مليون دعش مليون مواطن يعيشون في مناطق عشوائيه غير ليس فيها اي خدمات ليس فيها اي رعايه عصابات أربع ملايين من الايرانيين من مدمني المخدرات هذه من الناحية التومان الإيراني اللي هو العملة الإيرانية المهمة الأساسية من خلال الستة أشهر الماضية فقدت نحو 80% من قيمتها الفعلية ثمانين 80% الاقتصاد الإيراني مشوه تماما غير قادر أن يعمل غالبية يعني يعني غالبيه ما يعتمد عليه هو النفط، النفط الان بدا حصار عليه مثل ما نعرف، بدأت ايران تفقد حتى هذه الموارد التي التي طبعا الصناعه فيها خلل كبير صناعه البطاله اكثر من 60% من القوى العامله في ايران عاطله عن العمل اللي قادرين ان يعملون 60 الى 65% بطاله عاليه جدا، الفقر مدقع، مدارس غير متوفره، الاميه عاليه، اضافه الى لديهم اكثر من قوميه لديها مشاكل كبيره، قوميه عربيه، قوميه كرديه، كثير من القوميات يعني والمذاهب لديهم مشاكل بالرغم كل هذه المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه نعم والاثنيه لكن ايران الان الان قوه عسكريه اقليميه نعم سواء سمح لها او هي سمحت لنفسها سمح لها او سمحت لنا هم هو سمح لها انا اقول ان قواها العسكريه ليست بالقوه التي نعتقدها لكن ضعفنا صور لا. لنا أنها بعبع كبير بأنها قوة كبيرة إضافة إلى أن شكل النظام ترتيب النظام الإيراني كان يعتمد على تصدير مشاكل الداخلية إلى الخارج ليس هناك من أفضل من أن يواجه وحت... العالم وحتى الآن هذه تمت مراهنة على قضية المشاكل المصدرة إلى الخارج في المواجهة مع الأمريكان سنتحدث نعم. أيضا نعم. ربما أكثر أدمود غريب دكتور أدمود مساء الخير مساء الخير لك ولضيوفك الكرام انت طبعا جاي من واشنطن حاليا في مدينه كان في فرنسا، هل تركت فعلا اجواء سياسيه موحيه بحرب او مواجهه عسكريه بين الولايات المتحده الامريكيه وايران كما هي الاجواء او الضجه الان المثاره في المنطقه؟ لا أعلم إذا كان بالإمكان مقارنة الأجواء في المنطقة والأجواء بواشنطن لأنني لا لست في المنطقة ولكن في واشنطن على الأقل الأجواء كانت فعلا إلى حد كبير متوترة وسائل الإعلام خبرها الأول والأخير هو هذا التوتر مع إيران احتمالات التصعيد واحتمالات دخول في حرب مع اعطيك ايجاز إيراني. على قضيه دكتور المنطقه، قائد بالحرس الثوري الايراني قال نحن على شفا مواجهه شامله، يوم امس رئيس مجلس الامه الكويتي قال نحن الوضع في المنطقه خطير وخطير جدا، صحيفه آرتس الصهيونيه الاسرائيليه تتحدث عن نذر قيامه في منطقه الخليج العربي، هكذا الاجواء. الى حد ما ايضا هناك اجواء مشابهه طبعا في نفس الوقت الذي توجد فيه الكثير من التصريحات من مسؤولين ومن خبراء بشؤون المنطقة ومن القوى السياسية فأن هناك الكثيرين الذين يقولوا بأن المنطقة هي مقبلة على حرب هناك تحذير للرئيس الأمريكي من عدد من أعضاء الكونغرس بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي التي تقول له بأنه ليس لديه إذن أو صلاحية بشن الحرب أن هذا يعود إلى الكونغرس الأمريكي الذي يشن الحرب ولذلك يجب أن يكون حذرا من ذلك هناك بعض أعضاء الكونغرس اليمينيين مثلا مثل السناتور تام كاتن وهو من صقور الاداره يقول بان الاجواء هي فعلا اجواء خطره ومقلقه، هناك ايضا نائب في لجنه القوات المسلحه في من ولايه تكساس يقول بان اننا على شفا الهاويه، بالتالي فان الولايات المتحده قد تضطر للقيام بعمليات عسكريه لمواجهه التهديدات الايرانيه، في نفس الوقت هناك اربعه من اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البارزين الذين بعثوا برسالة إلى الرئيس ترامب طلبوا فيها أن يقدم معلومات دقيقة لأنهم يعتبروا أن المعلومات التي قدمتها الإدارة الآن عن مخاطر والتهديدات الإيرانية لا تبدو وكأنها خطرة وأنه يجب أن يرد عليهم قبل 15 الشهر القادم وأن الرئيس يجب أن لا يتحرك دون العودة إلى الكونغرس و... لأخذ لي... قرار إذا هناك أجواء بدون شك تركز على هذا التوتر مع إيران في هناك اهتمام كبير في دوائر الأشخاص المهتمين بالسياسة الخارجية ولكن أيضا هناك تشكيك بالمعلومات التي تقدمها الإدارة ويقول الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بأن ال... أن هناك تضخيم من قبل الإدارة حول ال... الاخطار والتهديدات. جيد وهذا و... مرتب. نعم. اسالك دكتور عن يعني الى اي حدا الى اي حد او اي مدى تعتقد الاروقه في واشنطن سياسيه او عسكريه أن الخطر الايراني ان ثمه خطر ايراني متصاعد يتوجب ويتطلب ان يكون له بالمرصاد، ان يكون له بالمرصاد ويجب ان يواجه. هذا الراي موجود لدى العديد من الدوائر الامريكيه ولكن ليس الجميع وبالتالي فان هناك من يعتقد ان ايران تشكل تهديد على اصدقاء الولايات المتحده في المنطقه طبعا هناك من يعتقد ان الخطر الايراني حتى يهدد الولايات المتحدة ولكن هذا ليس راي الاغلبيه حتى الان ولكن هناك اعتقاد بان الولايات المت... أن ايران وحلفاء قادرين على تهديد اسرائيل قادرين على تهديد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وقادرين حتى على تهديد المصالح الامريكيه في المنطقه ولذلك فان هذا الراي ايضا هو موجود ولديه داعمين ولكن هناك من يعتقد بان الموقف لا يزال غير واضح الرئيس ترامب احيانا يقول باننا نحن يجب ان نكون مستعدين للرد على اي عمليه عسكريه او اي تهديد يهدد مصالحنا في المنطقه ولكن في نفس الوقت هو كما ذكرت نيويورك تايمز في اخر مقال لها يقول بان انه لا يريد الحرب وهذا ما قاله لوزير نائب لوزير الدفاع بالوكاله وهو وزير الدفاع المعين الان وأيضاً صحيح يعني هو قال, هو قال هو قال لا يريد الحرب وهذه العبارة ليست مطلقة لكن مقيدة وهو بأن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات أو أن نهجها الثوري لا يتصادم أو لا يزعزع استقرار المنطقة والعالم. صحيح هو يعتقد وهذا ما قاله ايضا حسب الواشنطن بوست كبار مساعدي انه يريد ان يكون هناك حل دبلوماسي ويعتقد ان الضغوط على ايران ستدفع ايران بالنهايه الى الجلوس على طاوله المفاوضات والى القبول باخذ المصالح الامريكيه والرؤيه الامريكيه بعين الاعتبار سنتحدث دكتور سمعت لي عن قضيه استعداد ايران او ثمه مؤشرات على قبولها بالاملاءات الامريكيه بالمفاوضات شروط المفاوضات لتتجنب هذه المواجهه العسكريه. دكتور عبد الحميد العاني المفارقه انه اصداء هذه المواجهه، هذا التصعيد، الاستقطاب بين امريكا وايران يسمع في العراق اكثر من اي مكان اخر بما فيها ايران، سحب موظفين، سحب دبلوماسيين، ايقاف برامج التدريب، حديث عن نصب الميليشيات لصواريخ، التهديد لامريكا مصالحها من العراق يعني وهذه مفارقه كبيره طبعا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كانه الهدف من هذا ربما هو استمرار في جعل العراق صاح ساحل الصراع وكما مضى يعني طيل السنوات الماضيه حينما كانت امريكا وايران متفقتين على في احتلال العراقي وفي هذا المشروع الامريكي في المنطقه والعراق نموذجا الآن يراد انه ايضا كانه استمرار في هذا ولجعل العراقي او مزيد من تدمير العراقي سواء كان على المستوى البناء يعني كمدن وبنيه تحتيه وغير عمران او ايضا على مستوى البشر وزعزعه الاستقرار في العراق هذا امر، الامر الاخر وهو انه ليس العراقي اليوم ليس ذا سيادة وإن كان أعلن عن ذلك أو يدعى فالموجودون اليوم في في العراق نعم. العملية السياسية هم يعني لا إذ لم نقل بالكامل لكن بجملتهم هم أدوات لإيران وهذا باعتراف هؤلاء الساسة حينما يقولون انه اي منصب او تقسيم المناصب بين هؤلاء الساسه بين الاحزاب وبين الشركاء في العمليه السياسيه لا يتم الا وفق موافقه ايران وعلمنا وراينا كيف كان السفير الايراني متدخلا في قضيه تنصيب او تعيين رئيس الـ 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 الوزراء رئيس الحكومه وتقسيم بقيه المناصب الاخرى، وايضا اعلنوا اعلن اكثر من مره انه لا يمكن الموافقه على منصب رئاسه البرلمان على على التحديد مثلا الا بموافقه ايران، لذا هي اصبحت يعني اصبح العراق كانه الساحه فعلا الخلفيه او الملحقه بايران وهؤلاء جعلوا من انفسهم اداه من ادوات ايران في اي صراع في المنطقه، منها هذا ومنها في قضايا اخرى ايضا في المنطقه. نعم، دكتور رافع الفلاحي يعني ثمه استبعاد يعني لسيناريو المواجهه والحرب العسكريه بين امريكا يعني وايران، برغم كل هذا الحشود العسكريه، القطع البحريه، الحصار الاقتصادي، تصفير النفط الايراني، حصار الحقيقة متعدد الوجوه على إيران وحتى على الميليشيات المرتبطة بإيران في المنطقة كلها الآن تدرج على قائمة المنظمات الإرهابية وهناك أيضا على قضية الحظر الاقتصادي أو حظر التمويل مع ذلك لا زال يصور أن العلاقة جميلة بين أمريكا وإيران برغم كل هذه المعطيات على الواقع نعم أستاذ ماجد لأنه هناك يعني جانبين على الجانب الامريكي ستنظر ماذا يوجد في أمريكا. امريكا دكتور بعيدا عن ظلال العلاقه الامريكيه الايرانيه في العراق نتكلم نعم. باشمل نعم. في المنطقه نعم نعم آه ترامب عندما جاء الى البيت الابيض قال يعني بملء الفم قال انا ضد اي حرب تدخلها امريكا وانا ضد الحروب لا. وانا هو الرجل عبر عن هذا الموضوع وفكره التجاري وهو رجل تاجر ليس اكثر يعني فكرة تجاري واتجه باتجاه آخر مصالح أمريكا في المنطقة وفي العالم محفوظة يعني حتى في المنطقة اللي فيها إيران منطقة الخليج والعراق يعني لم نعرف أو, أو ليأتي أحد ويقول أن المصالح الأمريكية قد مست في العراق أو غيرها المصالح الأساسية لهذه المصالح اقتصادية وسياسية اساسيه واستراتيجيه غير لم يمس بها يعني ايران لم تستطع المساس بها، ايران تتحرك وفق خطوات ضمن هذا التخادم الامريكي الايراني اللي بدا قبل احتلال العراق وما زال مستمرا. بالمقابل في ايران تحدثت عن وضع داخلي، وضع شعبي، وضع اقتصادي منهار. بالمقابل ماذا يجعل ايران تفكر في حرب؟ يعني عدا دعني أقول أولا ونبه هذه القضية عدا الحماقة إذا ما ارتكبت حماقة من الأمريكان أو من الإيرانيين ستحدث حرب ستحدث مواجهة مدى يعني مساحتها قد عمقها مدى تأثيرها هذه هذه يعتمد عليهم ضربات محددة ضربات أشمل هذه تعتمد على الحماقة أما من دون الحماقة فلا حرب لا وجود الحرب. لكن دكتور لو سمحت لي الشروط الأمريكية أو المطالب الأمريكية لإيران قاسية جدا تنسف أربعين سنة من هذا المشروع الثوري الموجود في إيران وكما قال مسؤول أعتقد برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران سنتفاوض مع إيران إذا تخلت إيران عن نهجها الثوري الذي يتصادم مع استقرار المنطقة وما الذي يعني يمنع إيران من أن تتخلى عن كل ذلك مستعدة؟ نعم مستعدة أربعين سنة من هذا الجهد من هذا الوقت من هذا المال إيران, إيران قبل ذلك والتجارب واضحة نعم وإيران أكبر تجربة عام 1988 <applause> إيران كانت في عهد الخميني هذا الذي يعتبرونه رايتهم نعم. يعني قبلتهم مثالهم الأعلى خميني وتجرع السم عندما وجد أن بلاده قد انهارت وإيران ما حققته من 88 بلد منهار خسران عسكريا مدمر تدميرا كاملا وخسر حرب أو أبو سواء تحدث عنها التاريخ أو الواقع الحالي يشير إلى أن إيران خرجت من من الحرب العراقية الإيرانية خاسرة الحرب وخسارة كبيرة جدا بغض النظر عن خسارة العراق خسارة مادية نعم لكن إيران خرجت مدمرة من الثمانية والثمانين لحد الآن إيران قطعت خطوات كبيرة بهذا الاتجاه حقق مشروعها نقاط كثيرة ما الذي حقق هذا المشروع يعني من الذي حقق ما يعني هذا هذا المصباح السحري اللي اللي خرج لهم منه المارد من اين جاء؟ هذه امريكا، هذا الغرب اللي حقق لهم الامريكا، نعم هم لديهم مشروع، لكن امريكا وظفت هذا المشروع لخدمه هذه هذه القضيه الحقيقه، وصلوا الى هذا الحد. وحانت وحانت الان ساعه ايقاف او تحجيم او تقليم مخالب هذا المشروع؟ انا لا اعتقد هذا، لاني ساقول كلمه واحده، نعم. البعض يراهن على ان العلاقه ليست بين امريكا وبين الخليج بين ايران والخليج. توترات أو بين إيران وأمريكا المصالح الإسرائيلية هي الممسة وإسرائيل هي من تدفع أمريكا الحرب ضد أنا لا أعتقد هذا لأن المصالح إيران لا تمس بالمصالح الإسرائيلية نهائيا ليس لديها عداء مع إسرائيل طوال التاريخ على على مدى التاريخ ايران لم يكن لديها عداء مع اليهود لكن... ومع إسرائيل. لكن المحسوبين عليها خاضوا حروب عديده مع اسرائيل حزب الله في لبنان حماس في غزه نعم. الجهاد الاسلامي ساقول نعم. لك حزب الله في لبنان جزء من حاجه اسرائيليه وليس جزء من حاجه دكتور خاف نظرية مؤامره هذه لا لا مو قضيه مؤامره الحقيقه ما ما يعمله حزب الله في لبنان لمصلحه اسرائيل واسرائيل تتمتع بما يفعله حزب الله والصواريخ التي تنطلق وما تفعله اسرائيل من عربده في الدول العربيه ناتج عن افعال مدروسه ومعروفه لكن الحرس الثوري هذا. يقصف ايضا في سوريا دكتور نعم نعم من, من الذي يقصف يقصف الحرس الثوري وبقيه الميليشيات في سوريا نعم. من قبل الطيران نعم. جزء الاسرائيلي جزء من هذه لازم لازم موجوده لكن في كل الاحوال اريد ان اقول أنه تحرير القدس والحديث عن تحرير القدس وتحرير فلسطين هذه قضية دينية عقدية لها علاقة بالدين السياسة الإيرانية ليس لها علاقة بالدين ليس لها علاقة بهذه القضية نظام إسلامي دكتور نظام إسلامي عباءة لنظام إسلامي وليس نظام إسلاميا هذه كذبة كبيرة م. والنظام الإسلامي وربما علي أن أقول إذا كان نظام إسلامي القدس أيضا يعني شكل تحرير القدس نعم نعم, نعم إذا كان نظام إسلاميا ما زال العراق بعد كم سنه من انتهت الحرب عام 88 والان 31 سنه على انتهاء الحرب ما زال الاسرى من العراق في ايران ما زالوا هل هناك بلد اسلامي يرعى الأسرة ويتعامل مع الأسرة بهذه الطريقه وضمن عقيده اسلاميه ورؤيه اسلاميه هذه كذبه ك... فليس لديهم عداء ومنذ عام 1980 يتحدث الايرانيون عن ان طريق القدس يمر بكربله حتى انتهى طيب بحلب ما الذي و... فعلوه؟ إيه؟ ما الذي فعلوه؟ من من هذه الفتره وقبلها لحد الان نتوقف عند فعل... هذا الفاصل ثم نعود لاكمال النقاش في هذه الحلقه، اذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاكمال النقاش مع ضيوفنا هنا عن احتمالات المواجهه العسكريه بين امريكا وايران، ابقوا معنا يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 افقي اضافه الى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 افقي أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في احتمالات المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني ومعنا من مدينة كان في فرنسا الدكتور إدموند غريب الأكاديمي والمتخصص في العلاقات الدولية دكتور إدموند غريب يعني كل هذه الحشود العسكرية والقطع والفرقاطات وحاملات الطائرات التي وصلت إلى الخليج فقط للضغط على ايران لاجبارها على العوده الى المفاوضات الى الاتفاق النووي بالشروط الامريكيه فقط لردعها فقط لاخافتها والقضيه عباره عن استعراضات عسكريه اذا صح التوصيف واننا لن نمضي الى خطوه ان نسمع البي 52 تقصف في ايران كما قصفت في بغداد ولا ايضا الاف 16 تقصف في اصفهان او مدن إيران الأخرى؟ بدون شك أولا هناك دعني أتحدث عن الرؤى الأمريكية هناك أو حتى داخل الإدارة لا يوجد رأي واحد هناك رأي الصقور وهم أشخاص مثل الذين يمثلوا المحافظين الجدد وهؤلاء الأشخاص كانوا الذين من وراء الحرب على العراق في 2003 وهم الذين بدأوا يعملوا من أجلها منذ 1996-97 وكانوا ايضا وراء العقوبات التي فرضت علي العراق هؤلاء يعتقدوا بان هناك عده دول في المنطقه تشكل تهديدات للمصالح الامريكيه ولمصالح اسرائيل بصوره اساسيه ايضا و كان من بينها البدء بالعراق ثم سوريا ثم ايران ثم ليبيا وبالتالي هناك سبع دول تحدث عنها الجنرال وزلي كلارك وقال انها كانت موجوده لدى البنتاغون قبل الحرب على العراق في 2003، هناك قوى اخرى تعتقد ان انه يجب لا توجد عدوات دائمه ولا توجد صداقات دائمه ولذلك فان الامور يجب ان تجري حسب الاراء يعني على العلاقات. الاقل دكتور في هذه اللحظه لمن هو صوته الاعلى في قضيه العلاقه بين ايران وامريكا او قضيه المواجهه، من له الكلمه الفصل؟ من صوته أعلى من يده, يده الأطول الصوت الأعلى هو للمحافظين الجدد ولكن المحافظين الجدد يواجهوا لا يزال يواجه آه معارضة قوية حتى يقال بأن العسكر أو وزارة الدفاع عدد كبير من كبار العسكريين الأمريكيين رفضوا مثلا فكرة تصنيف الحرس الثوري الايراني بانه منظمه ارهابيه بينما اراد ذلك الصقور في في الاداره، اذا هناك هذا الصراع، هناك خلافات حتى داخل وزاره الخارجيه، نسمع راينا مثلا صراعا في الاونه الاخيره في الايام الاخيره بين مساعده وزير الخارجيه وعدد من ال... وهي عُينت من قبل صديقه لبولتن تؤيد ارائه ومدعومه من قبل من قبله، وفي نفس الوقت واجه. معارضه من عدد من الدبلوماسيين يعني المهنيين والذين مثلا حول هذا الموضوع بالضبط فهي مثلا ارادت استخدام في تقرير يقدم الى مجلس الامن القومي ارادت استخدام معلوم ليس فقط المعلومات الاستخباراتيه والتحليلات القانونيه التي تتطلبها مثل هذه الاوراق التي تقدم الى مجلس الامن القومي بل استخدمت ايضا بعض مقالات صحفيه تعتبر معارضه أو معادية للإيرانيين وتعتبر بأن الإيرانيين يشكلوا تهديد للمصالح الحيوية الأمريكية وعارض ذلك السياسي الدبلوماسيون المهنيون وهي قد تترك الوزارة قريباً وبالتالي فإن هناك هذا الصراع هو أيضاً موجود داخل الإدارة هناك خلافات ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس هناك ولكن هناك أيضا بعض الديمقراطيين هل يستطيع دكتور الكونغرس أن 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 يكبح جماح الرئيس إذا ما مضى باتجاه قرار الحرب كما جرى مع إدارة بوش وطبعا عام 2003 في غزو العراق. استبعد ذلك في النهايه اذا قرر الرئيس ترامب مثلا انه يريد الذهاب الى الحرب فان واعطى امر لوزاره الدفاع طبعا لو جاء هذا من بولتون وسمعنا ذلك من مسؤولين امريكيين عندما اراد الكونغرس اراد مجلس الامن القومي وبولتون ان يعطي اوامر لوزاره الدفاع جاء الرد بأننا نحن لا نتلقى اوامر من من بولتون لكن هناك وب... حديث عن طلب من مستشاريه الامن القومي عن اعداد خطه عسكريه متكامله للحرب في البنتاغون وهذا ما طلبه في المره الاولى بولتون ورفضه في ذلك الوقت وزير الدفاع والان هناك مطالب طلب بخطه جديدة حول نفس الموضوع ويعتقد أن هذه الخطة إما يقوم بإعدادها أو هي على وشك أن تقدم إلى الإدارة ولكن يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الإدارة الأمريكية لديها العديد من الخطط لحالات الطوارئ حتى ولو لم تنفذ هذه الخطط فأنه يجب تجري التهيئة واعداد هذه الخطط. نقطه اخيره لو سمحت لي بسرعه هنا اود ان اعود الى نقطه اخرى وهي ان رؤيه الولايات المتحده للوضع في المنطقه وكيف ينظر المسؤولون الامريكيون. وهنا اود ان اعود الى سنه ربيع اواخر ربيع 1980 حضرت ندوه عقدت في واشنطن عقدت في الجمعية الأسيوية وكنت صديق لأحد الأعضاء فيها ودعاني لل... إذا أردت أن أذهب معه قلت بكل سرور لأنه قال لي هناك مسؤول جديد في إدارة الرئيس ريغن سيتحدث عن السياسة الأسيوية أعتقدت أنه سيتحدث عن الشرق الأوسط ولكن خلال ال... محاضرة لم يتحدث عن الشرق الاوسط ابدا، تحدث عن الصين، عن كوريا، عن جنوب اسيا، ولكن خلال السؤال والجواب سئل عن موضوع ما رأيه بالحرب العراقية الايرانية في ذلك الوقت وما هي نظرة الادارة؟ فكان رده اول بالحرف تقريبا قال من يقول ان كل الحروب هي حروب سيئة؟ الحروب التي تلحق الضرر بأعدائنا وتساعد أصدقائنا ليست بالضرورة حروب سيئة نحن نعتبر أن البلدين هما عدوان لنا ولذلك دعهما دع الدم دماء تسيل يعني تقريبا بالحرف الواحد كان هذا هو الموقف وهذه لم تكن للتصريحات أو للإعلان أو لم يكن هناك صحافة كان فقط أعضاء الجمعية وضيوفه وبالتالي فانه لم هذه الى حد ما تعكس وجهه نظر موجوده، هي ليست وجهه نظر جميع المسؤولين الامريكيين ولكن وجهه النظر هذه موجوده وقائمه. نعم. اشكرك. دكتور عبد الحميد العاني يعني الان ايران حتى اذا الحرب لم تحصل مع هذا الخنق الاقتصادي، مع هذه العقوبات، مع هذه الحشود التي قد قد تطلق النار منها. هل تعتقد أن إيران أو مرحلة أن إيران كانت تتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تتعامل الند للند في القضية العراقية تحديدا خلال 2003 إلى اليوم حتى أن هناك حديثا صار أنه النفوذ الإيراني فوق النفوذ الأمريكي بعد هذه الضخة بعد هذه الخضة عفوا هل تعتقد أن إيران غادرت هذه المرحلة وهي الآن طرف يصغي ويقول نعم جميل جدا هذا السؤال لأنه حقيقة هنا لابد أنه في إطار هذا التصعيد والاحتمالية الحرب أو عدمها والمواجهة أنه يعرض مثل هذا السؤال القضية العراقية أو الملف العراقي هل هو جزء من هذا الخلاف اليوم؟ يعني الموضوع الآن الصراع أو ما يعلن عنه من صراع بين أمريكا وإيران على أي ملف من الملفات لم يذكر العراق كجزء من هذه الخلافات الموضوع الخلاف بين امريكا وايران خارج قضيه العراق، الموضوع العراقي كانه هنالك تفاهمات كبيره عليها على الاقل استراتيجيا، نعم هنالك نوع من من الاختلافات الجزئيه في قضيه تجاوز صلاحيات او تجاوز الخطوط المرسومه سلفا يعني الحد المسموح له او على حساب الطرف الاخر بالمناسبة ايضا هنا طيله المده الماضيه حينما تجاوزت أمريكا إيران هذا النفوذ وتوسع وأصبح كما يقال أنه نفوذها أكبر لم نرى أن أمريكا قد تحسست من هذا الموضوع لأنه خطها الاستراتيجي ماشي بي يعني وهي العمليه السياسيه بشكل دائم مصالحها لم تمس لم تمس الى الان ولذا في قمه ذلك الخلاف وقمه ذلك التصعيد الذي اعلن عنه ايضا من مخاطر زياده النفوذ راينا هنالك تحالفا قويا بين الطرفين فيما سمي في وقتها بالحرب على الارهاب، وكانت النتيجه دمار مدننا وكان نتيجه ذلك ان المستشارين الامريكيين والمستشارين الايرانيين العسكريين اتكلم يجلسون في غرفه عمليات واحده وكان هنالك تنسيق عالي المستوى بين الغطاء الجوي الامريكي وبين القوات البريه التي يسيرها قاسم سليماني او يقودها قاسم سليماني الذي هو يصنف امريكيا على انه إرهابي ولا غير ذلك إذا في القضية الملف العراقي هنالك تفاهمات رغم هنالك بعض الاختلافات الجزئية لكنها ليست هي جزء من هذه الصراع اليوم الذي يتم التصعيد فيه في كل الأصعدة دكتور رفع يعني هناك من يعتقد ربما أنت منهم أن إيران اعتقدت أن أنها أصبحت قوة كبيرة في العراق تجاوزت الخطوط المرسومة لها أو المسموح لها أن تتوقف عندها وبالتالي أصبحت كما اسلفت انها قوه هيمن او تفوق حتى القوه الامريكيه التي جاءت ب الف جندي فاسقطت النظام واحتلت البلد الان ايران سترجع الى هذه الخطوط وربما الى ما قبل هذه الخطوط بكثيرا بعد اذا صح التوصيف بعد مرحله من غرور القوه القاتله نعم استاذ ماجد على المستوى الواقعي يعني ايران على الارض، نعم لديها ميليشيات تتحرك ومسيطرة على العراق، لديها سيطرة على في سوريا، لديها سيطرة في لبنان، في اليمن، هذه كلها ميليشيات تتحرك بأسلحة خفيفة ثقيلة، هذه مقدور عنها مقدور عليها ويمكن أن تمحى في ساعات وتنتهي. القضية الأساسية التي تعرفها أمريكا وتعرفها إيران وتعرف أسرائيل وتعرفها إسرائيل ويعرفها العالم، أن إيران ليس لديها سوى الورقة النووية. ايران تسعى داخليا سياستها مصممه للحصول على سلاح نووي اذا ما حصلت على سلاح نووي تسعى مشروعها هذا مشروع التمدد هذا مرهون بهذا السلاح اذا ما حصلت على السلاح النووي ستدخل النادي النووي ستكون دوله قوه نوويه يحسب لها حساب وبالتالي تعترف المنطقه والعالم يعترفون بها كقوه اقليميه مؤثره لها رايها لها قوتها لها سياستها التي يجب ان تحترم أمريكا تعرف هذا الموضوع، إسرائيل تعرف هذا الموضوع، العالم يعرف هذا الموضوع. وأمريكا وإسرائيل وكل الدنيا وإيران يعرفون أن المشروع الإيراني النووي ليس مشروعاً متطوراً إلى هذه الدرجة اللي يتحدثون عنه. يحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى السلاح النووي، لكن أمريكا عندما انسحبت من الاتفاق هذا، انسحبت من الاتفاق تريد أن تفرض على إيران شروطاً لا تجعل إيران في يوم من الأيام تصل إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي هذه ينتهي ولن تدخل النادي النووي ستبقى دولة تتحكم بها الولايات المتحدة والدول الغربية لديها وظيفة يعني وظيفة تكلف بها من قبل هذه الدول ابتزاز هنا مم. يبتزون بها دول الخليج هذا نعم. سلاح اقتصاد نعم ميليشيات تتحرك تضرب هذه القضية هي الأساس الآن هذه المواجهة بهذا الشكل هذا الاستعراض سيصلون الى مرحله خامنئي ليس مثل مثل خميني هذا تلميذ لخميني سيقبل وسيصغي لكل ما يعني حضرتك اللي تسال عنه سيصغي لكل ما سيقال وسينفذ ما يقال ايران دوله برغماتيه دوله انتهازيه تبحث لا دوله دينيه ولا ليس لها علاقه بعقيده ودين لا دوله سياستها قائمه حتى بالتعامل الخارجي عندما تنظر تدرس يعني السياسه الخارجيه الايرانيه ستجد انها تتعامل مع الدول وفقا لقوتها كل دوله قد قوتها وتاثيرها صفه ايجابيه تحسب للنظام ايضا تحسب لهم نعم لكن نعم هي صفه انتهازيه نعم ايضا نعم لانه هي يجب ان تتعامل بمبادئ نعم مع القوي والضعيف يتعامل بمبادئ ودوله دينيه ودوله ترعى لا هي هذه فالآن فالآن القوه يعرفون هم, هم هذا الجيش ال الايراني بكل هذه بكل هذه كل هذه الهاله التي يصبغونها عليه لا يساوي شيئا، يعني ساعات يمكن ان يخرج خارج الخدمه، وتستطيع امريكا بما لديها من اسلحه لا. وقوه والتجارب واضحه وما شهد في العراق وما شهدته في المنطقه واضحه يعني لا تحتاج الى دليل، قادرين الامريكان بسهوله وبيسر ان يفعلوا ذلك ومدفوعة الحساب في العراق وتجربتهم في, كثير من لا. الاماكن لذلك ايران تبحث عن هذا الموضوع وهذا الموضوع لن يقبلوه لا ستبقى وظيفتها مثل ما مخطط لها لكن شرط ان توافق على كل هذه الشروط سنتحدث عن وهذه الكانية. جزء من توازنات يريدون ان يضبطوها الامريكان لا دكتور ادموند غريب المسؤولون الامريكيون مثل بومبيو وغير بومبيو تحدثوا أن ايران ستتعرض الى ضربه عسكريه امريكيه اذا ما هددت المصالح الامريكيه القوات الامريكيه الموجوده في العراق او هددت مصالح او حلفائنا وشركائنا، جرى هجومين اتهمت طبعا فيها ايران او وكلاء ايران الحقيقه في الفجيره في الامارات وفي المملكه العربيه السعوديه مهاجمه خطوط النفط. لكن الولايات المتحده الامريكيه اكتفت فقط بالتصريحات، لم يكن هناك رد ايا كان نوعه على على من هاجم. بالنسبه لهذا الموضوع اولا، اذا عدنا مره ثانيه لتصريحات بومبيو، صحيح ان بومبيو قال ما تفضلت واشرت اليه، ولكنه ايضا قام بتصريح اخر فيما بعد لم يذكر فيه حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة أنه إذا لم تتعرضت مصالح حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة للخطر بل قال فقط إذا تعرضت المصالح الأمريكية للخطر وبالتالي فأن هناك تصريحات متباينة كما قلت في مواقف الإدارة الأمريكية وهناك أصوات مختلفة إلى أي مدى ما نراه الآن هو جزء من عملية تهديد وضغط على ايران هدفه اسقاط النظام من الداخل تغيير النظام من الداخل آه الى اي مدى هذا ايضا جزء من السياسه الامريكيه للضغط على ايران لتغيير سلوكها كما يقول المسؤولون الامريكيون وبالتالي فان المساله الحقيقيه بالنهايه ما هي اهداف الولايات المتحده وهذا يبدو حتى الان انه غير غير واضح تماما لا شك بان الولايات المتحده مستفيده من توتر الى حد ما من تصاعد التوترات في المنطقه الولايات المتحده عندما نرى مثل هذه التوترات نرى أن العديد من دول المنطقة تسارع لشراء الأسلحة تسارع للحصول م. على الدعم نرى ربما حتى أحيانا كما شاهدنا خلال الحرب العراقية الإيرانية م. أنه عندما كان العراق في وضع ضعيف رأينا نوع من الدعم للعراق في ذلك الوقت م. وعندما كانت إيران هي في وضع ضعيف رأينا أن الولايات المتحدة وحتى إسرائيل قدمت أسلحة وقطع غيار لإيران وبالتالي فأن هذه الرؤية موجودة ولكن في نفس الوقت أيضا هناك بين المسؤولين الأمريكيين الذين يعتقدوا بأن إحدى أخطاء الولايات المتحدة وكان من أنصار هذا الرأي مدير الاستخبارات الأمريكية وهو عسكري كبير قال بأن الحرب على العراق كانت خطأ كارثيا قمنا بكارثة هناك وذلك لاننا هددنا التوازن القائم في ال... نعم وضعنا انفسنا ووضعنا اصدقائنا ومصالحنا في وضع صعب جدا ولذلك يجب ايضا اخذ هذه الرؤيه بعين الاعتبار. اشكرك دكتور ادموند غريب الاكاديمي والمتخصص في العلاقات الدوليه كان كنت معنا من مدينه كان في فرنسا شكرا جزيلا دكتور. دكتور يعني رافع الفلاحي ايران قد تراهن في مواجهه محتمله محتمله على ما بنته من ميليشيات موجوده في العراق في اليمن الحوثيين الان هاجموا في يعني اهداف في السعوديه والامارات ميليشيا حزب الله في لبنان وغيرها وربما تراهن ايضا على حلفاء دوليين قوى دوليه مثل روسيا والصين هل تعتقد انه اذا الولايات المتحده الامريكيه اتخذت خطوه جديه بشان الحرب أن هذه الاطراف سيكون بامكانها انقاذ ايران من الولايات المتحده طبعا بدايتهم بشكل سريع جدا جدا حلفاء الدوليين الخارج خارج العراق حلفاء مثل الصين وروسيا يعني خارج الحسابات سي يعني بوتين تخلى سريعا تخلون بسرعه, بسرعة نحن لسنا بسرعة قادرين على تجارب كثيره وهذه يعني لا يدخلون مع التصادم لديهم علاقات اقتصاديه وسياسيه عميقه جدا مع امريكا لا يريدون ان يخسروها مع الغرب لا يريدون ان تتعرض الى مخاطر والى هزات هذه هذه قضيه اخرى لديهم تفاهمات واتفاقات استراتيجيه ابعد من هذه القضيه لذلك لن يدخلوا في كطرف وذهبت هذه الفتره الحقبه هذه الفتره اللي كانت بها دول تقف معسكرات تقف مع مع دول هذه انتهت حقبه القطبين الدولية نعم عنها. انتهت هذه من فتره طويله الباقي هي الميليشيات اللي داخل العراق المشكله في في هذه القضيه اذا ما حصلت وانا استبعد هذه القضيه دم. لكن اذا ما حصلت مواجهه ايران تريد ان تحول العراق ساحه للمواجهه مم. وكل هذه الميليشيات جاهزه لتحويل العراق الى ساحه مواجهه وهذا ما ذكرته نيويورك تايمز ان سليماني طلب من الميليشيات الاستعداد للدخول في المواجهه طبعا هذه المواجهه مم. يعني للعلم لا تشمل مواجهه القوات الامريكيه وال ومو... لا لا مواجهة من؟ مواجهة فوضى، إحداث م. فوضى داخل العراق، إحداث فوضى مواجهة مواجهة للذهاب إلى حرب أهلية داخل العراق، هم يريدون أو العربية في المنطقة نعم، م. يوجهون كم صاروخ للبحرين، كم صاروخ للكويت، ربما م. للسعودية، بهذه الطريقة يخلقون فوضى داخلية لكي يشتتوا الأنظار الأمريكية، القوى الأمريكية لكي لا تضرب في إيران م. وتضرب في العراق، نعم. م. نعم، دكتور يعني القوى الوطنية المعارضة أو المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين يعني ما هو موقفها من هذا الصراع بين أمريكا وإيران وإمكانية تحويل العراق إلى ساحة متقدمة في هذه المعركة يعني الموقف واضح وليس جديد بالمناسبه نعم وهو انه نحن نظرنا الى اتفاق هاتين الدولتين ما هي نتيجته نتيجه تدمير العراق و ملايين مهاجر خارج العراق عندما اتفقا ايران عندما وامريكا اتفقا واحتل العراق احتل العراق ايه؟ أربعة ملايين نازح داخل العراق بين البدن اه مليون اربله مليونين ضحيه الاقتصاد العراقي دمر الماضي والحاضر والمستقبل، مدن بأكملها، هذه يعني حينما تكون أي ساحة للمعركة هي الخاسر الأكبر، ونحن رأينا في المدة الأخيرة ندفع كيف ندفع قد ندفع نفس الثمن إذا ما اختلف أيضاً وكان العراق ساحة لهذا الاختلاف يعني كما كان ساحة للتوافق يعني إذا كانت في الموصل أعلن على أنه يريدون إخراج ألفين مقاتل، كانت نتيجة ذلك تدمير المدينة، وإلى الآن الضحايا فكيف إذا كان إذا كان هنالك حرب وحتى يعني مثل ما أشار الدكتور قبل قليل هي ربما لن تكون هنالك صراع حقيقي بينهما بين القوات وإنما يراد من العراق جعله كساحة فوضى كورقة من أوراق الضغط لذا ليس من مصلحة العراق أولا أنه يدخل في هكذا مشكلة ولا أيضا ليس من المصلحة أي طرف من الأطراف أن يبني أملا على أن هذا الطرف سي يعني يصفي أو يزيح الطرف الآخر وإنما ستبقى حالة الاحتلال وستبقى حالة استمرار هذا المشروع واستمرار المآسي والنتائج التي ظهرت طيلة المدة الماضية ولذا لا بديل عن ذلك إلا بإزاحة والخروج من إطار هذين القطبين جملة وتفصيلا ولا بد أن يكون هنالك البديل هو المشروع الوطني الذي يستقل عن جلد كل هؤلاء الأمريكي والإيراني وأن يكون هنالك نهجا وطنيا وبناء عراقيا شكرا جديدا بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه من طاوله حوار والتي بحثت في احتمالات المواجهه العسكريه بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. لم يتبقى لنا الا ان نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا فيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين كان معنا هنا في الاستوديو وكان معنا أيضا من مدينة كان في فرنسا أستاذ الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله